الطفيلة. وقف خيطة قدام. هذا يعني هاي. لا هذا الوي تو هنا على هذا الوي اللي هو شايفه على محمد يعني اصلا هالبيت ما مسقوف. لا لا تقول ما مسقوف. لا وهاي العائله جلطين تطلع اليوم الساعه حوالي 4:30 اجت الطائرات البريطانيين والامريكان شنت هجوم على هاي المنطقه سكنيه امن لا معقل لمسلحين الا ميليشيات عوائل امنه ساكنه ببيوتها. هذه هي حريه امريكا وبريطانيا، هي حريه المالكي اللي جابها ان العراق، هي خطه فرض القانون اللي يريد يفرضها على البصره. عوائل اطفال يهجرها من بيوتها ويفلش بيوتها بحق اي دين، هذا اي دين يقبلها؟ من اللي يقبلها؟ وين الحكومه؟ وين اللي لابسه عمايم؟ وين اللي الداعي بالدين؟ وينها؟ هذا المالكي، هذا خطه فرض القانون بالبصره يريد يفضح العالم على اطفال، يفدش بيوت، يقصف، يقتله بالعشره 15 نفر. عوائل الساعه 4:30 نايمه ببيوتها، هي هذا الامن؟ هذا اللي يريد يفرضه المالكي بالبصره؟ اصحاب المخدرات ليش؟ اصحاب تهريب الغاز، تهريب البنزين، المخدرات، كلها اصحاب العمائم المزيفه، ناس خونه دجله تحت غطاء دين، لابس عمامه داخل برلمان، قاعد ببرلمان يقبض له ملايين الدولارات، ويجي هسه يريد يفرض خطه فرض القانون بالبصره؟ هي هاي خطته؟ وهاي الديمقراطيه يريد يفرضها على العالم؟